السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا فلوغ في الباديه، وغادي ناخذكم ان شاء الله جوله في الجرده ديال الوالد ديالي. هذا كنت العام اللي فات وكنت حطيته في اليوتيوب، ساعه كان عندي شي مشكل في اليو اف في الفيديو، اضطريت نحذفه ونعاود ثاني المونطي. المهم غنخليكم تكتشفوا هذه الجوله الرائعه واللي ما غتنساش ليا، ومرحبا بكم ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تدعموا اللايك ومرحبا بكم. ريحتها زوينه هذه الشيبه، ما عرفتش اش كيسميوها في بعض الدول الاخرين. هذه الشيبه حلوه ماشي حره، ريحتها عاطيه من داكشي دني الزيتون. سبحان الله، هذيك البصله هذيك خضاريه. ها هي ندير بصله خضاريه. هيا عاوتاني هنا، هادي الشيبه وكاين. المهم تبارك الله الخيرات ديال مولانا الكريم، الزيتون، البصله تتما. هيا عاوتاني، صراحه واحد الجو ما نقولش لكم، غزال 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 والهدوء التام. هذا الزيتون، كاين الزيتون كاين اللوز كاين الرمان. المهم تبارك الله الخيرات ديال مولانا الكريم. هذه الجرده ديال الاب ديالي. هذيك الفلفله، الفلفله حلوه داز عليه العام. ودابا شي تزرعوه اللي حلو اللي حمر. انا زرعته باش تيبس. باش مزيانه هانت تبارك الله، هانت حمراء وحلوه. ما درتوش الحاره؟ لا ما عندناش الحاره، باقيه بنتي تنجي نجيبها. ان شاء الله. ها الخبيزه حتى هي خبيزه. ازيك يا رحاب، ان شاء الله تكوني بخير. دي الباديه، الباديه بتاعت ابويا. واخ الله يبارك فيك يا رحاب، ربنا يكرمك. ازاي ملك والعيال؟ سلمي عليهم. هذا معدنوس. هذيك القرفس، هذيك القزبر. يا رحاب، هنا فين تولدت؟ في هذا المكان. تبارك الله كل شيء زين. هذا باش كتسقيو؟ هذا كنسقيو مزيان. هذه البومبا، هذه السيتي الرجل. هذه الشجر غرسناه مزيان. هذا ديالاش؟ هذه الزيتون. الزيتون هذيك الزيتون عملناها تما تطلق. هذه دابا باقي ما نبتش. درتو الزعفران؟ الزعفران سبحان الله. هنايا هيا خرج عاوتاني. سبحان الله، هذا الزعفران كيكون في ديك الوريقه ديالو هو اللي. سبحان الله، هذا باقي ما دارش. باقي يلا سبحان الله. مزيانه على صدقات الزعفران، راه غالي اكثر من الذهب. هذه خضاريه. ندير البصله. هذه عاوتاني هيا شو قدر. هذاك ازير. هذا راه مزيان، هذا راه هنا هذا الطاليان كيطيبوا فيه، كيطيبوا في الماكله ديالهم زوين. هذا اكليل الجبل او روز مارينو، ريحته عاطيه. هذه البصله مزيان.
الا تبارك الله واحد ياكل من ها داكشي اللي كيزرع. واشنو شوف هذيك البصله كيف هي تبارك الله. شوف كزور غير طاح هذيك ديالها هو الورق ديالك. انا قلت لي ما تجولوش. سبحان الله نشير مزيان كتصبني هنا نيت كنصبن هنا كنشرب هنايا البصله البصله والزيتون العنب مزيان والهيه العدس هذاك اللي في الارض كيبان شويه هذاك العدس هذاك العدس ومرحبا بكم دابا ديك البصله شنو فيها هذه 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 اللي كتسقيها فيها سميتو خيزو خيزو الموسكا تبارك الله على الفلاح الحمد لله الله يحفظك وهذا الخص هذه الزريعه ديال الخص سبحان الله ما عمري عرفت انا بحال هكا هي الزريعه ديال الخص دابا تما خيزو هنا غدير الخص ان شاء الله ان شاء الله وهادي الزريعة ديال الخص هادي غادي يزرع اول مره اول مره غنشوف هاد الزريعة هادي عمري ما عرفتها كيكون بحال هكا الخص كيكون الزريعة ديالو بحال هكا حتى انا بنتي ما عرفتش اول مره تنشوف بحال الزريعة ديال الكتان بحال الزريعة ديال الكتان سبحان الله وهنايا خيزو ولا الجزر هنايا غادي حتى هو بحال حتى هو فيه الزريعة وكت الزريعة وهنا شنو غديروا؟ هادي خيزو خيزونيت مزيان هادي كنعمل فيها انا عامله فيه مطيشه مطيشه هنا مطيشه هنايا مزيان كاع الحاجه اللي كتكون يعني على الايد احسن مطيشه كيعملوها الناس هاد الوقت سويله العام زايد هنا بصح درتي سويله مزيان واحد ربي لا حلوه كامل هنايا سبحان الله وحيت الارض راه ارض زوينه نيت عملناها وتاكوت هذا تبارك الله شو غا الزيتون و وداك الزعفران اللي سبحان الله كيفاش تنبت جبناها في الغابه ياه هذا الزيتون وكاين تبارك الله كلشي ولكن راه الارض هانت ها شو الارض كي دايره ها روح ما دوز هيدا دوز هيدا مو ارجع هيدا ارجع هذا هذه شنو هي فاطمه ايه هذيك بنتي ماشي مزيان هذيك الربيع وعرفتي هذه خلعتني واحد من انا صحاب الحيه يعني كانت هيدا ضربتيها بالفاس كانت تخوي عليك التراب ياه سبحان الله هذا الزيتون وهنا كاين هذاك اباون اولا الفول مزروع حتى هو هنا والدار راه هي لهي ورد جبنا له هانتوما طبيعه نقولش لكم راه روعه وصافي جو نقي 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 بزاف وتحيه للعائله ديالي كامله وتحيه لواحد عمتي في تونس كتعلق ليا مسكينه وكاع البنات اللي معايا سواء العائله ولا كاع اللي كنعرفهم تحيه لهم كاملين وهذه هي الباديه ديالنا حنايا في المنطقه ديالنا هذه هي الباديه وهذا الشيء اللي كتشوفوا سبحان الله العظيم واحد الخضوريه واحد الجو غزال 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 وهذه الجريده ديال الاب ديالي ها هو لهي كيزرع يعني كاين ها الزيتون كاين اللوز كاين بزاف د الحاجات ايوا الله يخطيكم وشكرا لكم وتحيه لخوتي اللي باقي ما شفتهمش تحيه لهم كاملين تحيه للجميع ومرحبا بكم اش من الشجره هذه يا فاطمه هذيك البرقوق هذا البرقوق هذيك البرقوق هذيك بحال هذيك التفاح شنو كيقولوا سميتو الشفرجل هذيك الشفرجل هذيك اللي حداها البرقوق هذيك البرقوق هذا نيت الزيتون هذه الزيتون تبارك الله هذا اباون ياك هذا اباون هذا اباون هذه الشبه هذه النحل هذه الرمان الرمان هذه الرمان
مزيان تبارك الله. هذاك الكرموس، هذا الكرموس، كرموس. واش عملت الكرموس مسكينه؟ شوف واخا باقا صغيره. عملت الكرموس وهي الوقت ديالو ما كاينش. شوف سبحان الله، واخا باقا ما كايناش الوقت هي دارت درت الكرموس. سبحان الله الجو سبحان الله. هادو تا هما الزيتون، هادي اللوز، هذا اللوز، هادي الخوخ، هادي هما الخوخ، هادي هما، وهادي هما، هادي اللوز، هذا تا هو الخوخ، هادي الخوخ. تبارك الله، من أرض فلاحية. هادي عاوتاني الخوخ، هادي تبارك الله، هادي الجلبان، هادي دابا كامل الجلبان، هادي سبحان الله العظيم. هادي المشمش، المشمش هادي، هادي المشمش كامل. دابا هادشي كامل، هاد الزيتون كامل، هاد الهبطة هادي كاملة غا الزيتون. الزيتون واللوز، الزيتون واللوز، الزيتون واللوز مخلط. صافي من هنا كاين غير الزيتون واللوز. سبحان الله، مافيهش مازال شي. تبارك الله على الفلاح. تبارك الله عليكم صافي. هاهي بنتي لا، تبارك الله. هادي كاملة بنتي دابا. سبحان الله. ها اللوز، اللوز هذاك تا هو، هذيك اللوز عاوتاني، هذيك اللوز، هذيك اللوز، هذيك هذيك مرة رجعنا، هذيك لقمناها راه هي هذيك، هذه كامل اللوز، هذه تا هو اللوز، هذا الصف كامل اللوز، هذه الزيتون، الزيتون هذه عاوتاني اللوز. لا زوين تبارك الله. دا الزيتون باقي دابا، باقي ما ينبتش، باقي زعما باقي ما غادي، باقي يا بنتي باقي حتى توصلي سميتو عاد، باقي ما عمرش النوار. شحال كيبقى باش كي يعني كي نوض؟ شحال زعما باش كيبقى زعما باش كيكون زعما الزيتونه تامره؟ كيدور عليها العام، العام كيدور عليها شهر، شهر عندك ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثالث سعود عشرة. شنو هادي؟ اللوز، اللوز تبارك الله، هذا اللوز، هذاك تا هو اللوز، هذه اللوز كامل، هذه هذيك اللوز، هاد الشجره كبيره اللوز، تبارك الله، هادو اللي مشاو لها تجي كله لوز، هذا كامل لوز، هذا 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 فيها كامل لوز، وهذا الزيتون، هذا الزيتون، هذا العام هذا اللي كامل، هذا وحبيبي كاسميه. ها هي الباديه ديالنا، هادي تاهي الزيتون، هادي الزيتون، شوف كي ولات باللانكري، باللانكري شوف كي ولات الزيدات كتزيد. سبحان الله، وهذه هي الباديه، ما كاينش بحال الباديه. واشنو يا بنتي؟ الطبيعه واشنو؟ النقا وكل شيء مزيان. هادي عاوتاني اللوز، لوز، تبارك الله، هادي اللوز، هادي اللوز، هادي اللوز، ما شاء الله، هذه كامل دابا، هذه الزيت، هذه كامل، هذه الزيتون، ها اللوزون كيعملها كينور دابا كيبغى ينور. هادو باش كتسقيو ياك؟ ها هذه كنسقيو، هذه هذه كنسقي الفوق، كنفتح هذيك، وكيبدا يكب الماء. هذه ديال 25، هي 25 كيهبط لتحت، هذيك الكبير كيبقى الفوق، الجرده الفوقانيه هاكا. ايوا شنو؟ ماشي الفلاحة، فلاحة. اليوم اليوم ما بغاش يركب، يركبني انا فزقت كامل. ايوا شتي؟ والماء طايح. تبارك الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. هانتوما تبارك الله، الزيتون. شو الزيتون عندك يا بنتي؟ يلاه هذه العيد العام. شو سبحان الله. مسكينة كي ولات هذه كاملة، هذه الهبطة كاملة. هانتوما الجو طبيعي، ما نقولش لكم طبيعي، فن فن، الهدوء و هانتوما. سبحان الله العظيم، وهذه هي الارض ديال الاجداد، هذا هذا هذه سميتو هذا هذا اللوز، وهذه الزيتون، هذه عاوتاني هذه الهبطه كامل هذا العام. تبارك الله، شوف شحال الخيرات مولانا. كاين الجهه الاخرى، بينا وبين احمد، هذه اللوز، ها هي اللوز. ودابا الشجره ديالو شحال كتبقى باش كتثمر؟ شحال كتبقى باش كتثمر تخرج هذاك التمر ديال هذاك الناير؟ صافي كتعملها الوقت اللي كيحصدوا الناس، صافي كتزول، كتزول اللوز. سبحان الله، هانتوما ها الخيرات ديال ها اللوز، ها اللوز، هذه كانت احمد، ها
هادي دابا هاد لك حاجه هادي نعم. عمل لحد هنايا ها هي اه مزيان تحرق دابا راه هي الدار الفوق راه هي ديال عمي والطا ديال الجدود واخ هاي هادي عاوتاني تكمل هاد العام شوف كلشي زاد اه هاد الهبطة هادي كاملة تا لتحت تا هي هاديك آه تبارك الله تا هاديك عمرها آه تبارك الله راه دايرة ليك المباشر دايرة المباشر آه هانتا هي دايرة تشوف هنايا مكتوبة انديريكت والناس كيشوف كاينش بحال البلاد هادي تبارك الله الخيرات هادي كاملة بنت دابا كاع اللي كتشوف هاد الهبطه هادو كاملين الزيتون كامل هاد الجهه كامل هدا فيه مخلط اللوز والزيتون البيوضه اللي كتشوفي فيها راه لانكري هذيك بحال بحال الدواء ياك باش كي باش كيديروا الشجر ها هي اللي باقي ما سقاش ها هي باقي ما سقاش ها اللون ديالها دابا مازال ما تسقاش هادي باقي ما تسقاوش تبارك الله الخير د مولانا راه هي هذيك اللوز اللي قلت لك منوره راه تحت سبحان الله هاد العام شبع بياض الشجرة والصحة تبارك الله كثار كثار محمد ان شاء الله كثار اللي فيه الخيرة د مولانا